مساء الخير وحلقة جديدة من الجسر نقرب المسافات من أمريكا لكل العرب، نقدم ما يهم الجالية العربية، نتكلم في كل المجالات. الفنان الموهوب بيبقى عنده حاجات كتير، الفنان بيتولد بالموهبة. لو لعيب كاس النجاح ده سببه ربنا سبحانه وتعالى. كان شعوركم ايه وانتوا داخلين على كاس العالم؟ انت بتتكلم على بطولة تانية خالص. نناقش قضايا، قضية القدس قضية قومية إنسانية، كل الحرية لأسرانا البواسل، نلف الدنيا من القاهرة وبالتحديد كاميرا الجسر كي أكبر النجمة الجميلة نيلي كريم، وعلشان نقدر نتواصل شبابنا مهمة بالنسبة لنا، خلينا نركز إنه نبني للمستقبل، محتاجين نقرب المسافات. ابقوا معنا. الجسر يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة كل يوم خميس من أمريكا 9 مساء بتوقيت نيويورك، والإعلامي محمد الخشاب على قناة ART أمريكا.